جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خضر عبد الماجد، سوداني يعمل في المملكة، بعث برسالة وضمنها سؤالين يقول: يدور على ألسنة الحديث يدور على ألسنة الناس لفظ يعتقدون أنه حديث، وهو: من أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل. هل هذا حديث أم أنه قول لأحد الناس؟ هذا فيما أعرف أنه ليس بحديث، وإنما المعنى صحيح، وهو أن الأجير يجب عليه أن يتقن العمل الذي استأجر من أجله، لأن الأجرة في مقابل العمل، فإذا نقص شيء من العمل أو غش العمل فإن ما يقابله من الأجرة يكون حراما، لأنه أخذه بغير حق. فالواجب على الأجير أن يتم العمل لأجل أن تكون أجرته حلالا طيبا، والواجب على المستأجر أن يعطي الأجير أجرته إذا وفى العمل كاملة من غير مماطلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الحديث أيضا أن من الثلاثة الذين يكون الله خصمهم يوم القيامة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خصمهم يوم القيامة، من استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره.